السلام عليكم، مرحبا بكم عند حلويات العقيدة زاد. وصفة اليوم بزاف شابة، كيكة يومية تقدري دروك دروك تنوضي وديريها، باسكو المكونات تاعها غادي توجور تلقيهم في الكوزينة تاعك. حاجة شابة هشيشة تدوب في فمك، وعلى بالي غادي تعجبك وتعجب العائلة. عندي 2 حبات بيض، رشة تاع ملح، بس مغرف صغيرة تاع لافاني. تبغي ديري سكر فاني ولا تبغي ديري لافاني ليكيد ولا غبرة؟ عندي كاس 180 مليلتر سكر يكون عادي. خلطي كلشي، هنا ما تحتاجي لا ضرب كهربائي لا والو، غير فرشيطة ولا بالفوي. خلطي مليح حتى السكر يذوب في البيض وتتحصلي على لون يكون فاتح. بعدها غادي نفس الكاس اللي خدمت به السكر غادي نجيبه ونعمره بالحليب. حطوا هذاك الحليب ونزيدوا نخلطوا مليح مليح. قلت لك كل ما تحطي مكون لازم عليك تخلطيه غاية. بعد ما خلطت الحليب في المكونات الاولى، جيبوا نفس الكاس تاع الزيت. هنا ملاحظة خوتاتي، لازم الزيت تخلطيه غاية، خلطي مليح قد اللي تنجمي. الله يحفظكم شي، لازم ماذا بيكم ديروا لنا جام للفيديو، ديروا لنا غير جام الا بغيتي، لا ما بغيتيش معليش ما نجمش نكزاجي عليك. الله يحفظكم ديروا لنا غير جام باش هكا الفيديو يبان. غادي نجيبو كاس تاع فرينه، هنا نسحقو 2 كيسان ونص فرينه. نديروا الاولى كاس الاول، من بعد نزيدو معاه 2 اكياس يعني 20 غرام فرفاره اللي هي خميره الحلوى، درنا 2 تاع الاكياس. ما تستغربوش بصح غادي يجي كيك بزاف طالع وبزاف بزاف كي القطه. خلطت الكاس الاول تاع الفرينه مع 20 غرام تاع خميره الحلوى. من بعد نزيد الكاس الزاوج، هنا ما نحطش كلشي ضربه واحده على خاطرش كل واحده والفرينه تاعها. حنا نحطو كاس الاول نخلطوه، نزيدو الكاس الزاوج نخلطوه، كاين اللي راه غير هنا وتحبس. انا زدت نص كاس باش نتحصل على القوام المطلوبه تاع الكيك. على هذه الدالي 2 كيسان ونص. خلطي غاية غاية، لازم القوام تاع الكيكة يكون هكا، شوفي هذا هو، ما يكونش خفيف ما يكونش ثقيل، باسكو الا ثقلتي غادي يجيك معجن. غادي تجيبي واحد البول صغير تقلعي فيه حوالي 2 مغارف كبار، ولا غير مغرف، انا شوفو قلعت 4 مغارف كبار وكفاني. شوفي تقلعي غير مغرف ولا 2 مغارف هذا مكان، وزيدي معاهم مغرف صغيره ماشي معمره بزاف تاع كاكاو. انا مين درت 4 مغارف كبار زدت 2 مغارف صغار. انتي قلعي 2 مغارف كبار وزيدي لهم مغرف صغيره كاكاو ومغرف صغيره حليب، وخلطي غايه يعني تقلعي 2 مغارف كبار من الخليط الكيك، تزيدي له مغرف صغيره كاكاو ومغرف صغيره حليب وخلطيهم مليح مليح. خلو على جهه، نجيب الصينيه اللي غادي نطيب فيه، هذا 33 على 24 سنتيم. فرشت بورق الزبده، تقدروا ما تفرشوش كيف كيف، الا ما فرشتيش دهنيه بالزبده ورشي عليه فرينه. نحط الخليط الابيض كاع هكا ونحاول نوصله كاع الاطراف تاع السني. بطبيعه الحال غادي تكوني سخنتي الفرن تاعك قبل ما تبدي كاع طيبي. خلي على جهه ونجيب هذا الخليط اللي درته هكا كحل بالكاكاو، غادي نديره في لابوش. انا ضروري ديري في لابوش، وهذيك لابوش غادي تثق بها رقيقه باسكو غادي نخدموا بها خطوط كشغل شوكولا. هنايا كما قلت لكم غادي نقصها رقيق، ونجيبو هذاك الصني تاعنا ونديرو خطوط تكون متوازيه. تبغي على الطول ولا على العرض؟ ندير خطوط متوازيه بالخليط الكيك تاع الشوكولا. عاود تجيبي سكين ولا كيغدون ولا حاجه اللي بغيتيها وديري هكا كالميلفاي هاد الشكل، غادي يجيك بزاف شباب. طيبيه من تحت، شعلي عليه كي تشوفي تحمر لك في الجوانب وبيكي كيغدون تلقيه ناشف من الداخل، شعلي عليه من الفوق يدي غير لون ذهبي فقط، ما نحتاجوش باش يطيب بزاف باسكو كي يطيب لك الداخل ويولي ناشف صايم الفوق غير حمريه كيما راكي تشوفي. جا شكل تاعه يهبل تنجمي ترشي عليه سكر غلاس، وما ماذا بيك تخلي هكا باش يبان الديكور تاعه. قسمته باش تشوفوا شحال هشيش شحال خفيف خفيف لدرجه لانه في الدار كاع عجبهم وكلاوه بلا حساب باسكو خفيف وما يشبعش. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، عجبكم الفيديو دعموا لي القناه بجام باسكو القناه راها جديده ولازم عليها تبان، دعموها لي بجام وخلي لي في التعليق ولو نقطه حبيبتي. وان شاء الله لشتي اللي كنتي الاول مره تشوفي قناتي، نطلب منك الاشتراك مع تفعيل جرس التنبيه باسكو الجرس بزاف بزاف ضروري لظهور الاشعار عندكم وتشوفوا وصفاتي اليوميه. نخليكم حبيبات قلبي الفيديو واحد اخر وصفه اخرى باذن الله حلوه او مالحه. سلام.